شنو الفرق حسب رايك بين الداونلود والتيليشارجمون؟ التيليشارجمون هو تيليشارج معناه حاجه تجبد حاجه من الانترنت، والداونلود تلقى لاباري كل باش يقوي بها التيليشارجمون. انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس. سي لا ميم شوز. كيف كيف هذا التيليشارجمون؟ بيان سور نعرف. والداونلود شنو هو؟ لي تي سنترال هو ده. امال الله التيليشارجمون تشارجي دي بي باش تعمل برشا حوايج معناها. والداونلود شنو؟ يونيتي باش تقوي الميموار معناها. تشارجي حاجه داونلود بانجليزي دي يا مرسي. الفرق بيناتهم التيلي شارجي معناها التيلي شارجي ابليكاسيون غناي، والداونلود معناها تهبط عليه حكايه. اي واحد معناها تو بصدد الاشغال للحكايه هذه، انه لازم معناها يكون كونسونتراسيون بريمير مون، تروازيام مون يكون معناها كونسونتراسيون اكثر من البريمير مون. فهمت؟ اش معناها داونلود؟ حاجه في الانترنت. ما فماش حاجه اسمها داونلود. لا لا واسطه من نفسيها مش فاهم. داونلود مش كلمه انجليزيه، وتيلي شارج مون فرنساوي. ترجمة